عسلامة. عسلامة اختي. لاباس؟ لاباس الحمد لله. عايش. عرفنا عليك. انا تجاني بن محمد، نسكن في مدينة عمر المختار. وين هذا؟ طريق سيدي حسين. فهمت؟ تونس العاصمة. تونس. وانا انسان حالتي تعبة برشا، حالتي حرجة 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 على الاخر، نكلم فيك توا باللسان وبرا، تعب على الاخر من عام 2005. وانا نعاني في المرض التهاب في الشكاره والمجرى وكل طبت. طيب لطف عليك ان شاء الله بس الطب يصرفوا فيا، فهمتي؟ امشي ويجا امشي ويجا امشي ويجا، ما عملوا لي حتى حل. الطبيب ضربني بعام، قلت له اعطيني على الاقل دواء باش ضربك بعام. ما فهمتكش الشخص. اعطاني موعد بعام موعد، فهمتي؟ حالتك استعجاليه حسب ما تحكي. مخطر، انا نكلم فيك ريت نعر. اختي حتى باش نقولها ما يسالش بوضوح، كل شيء تعب. طيب زبدة ريتني نمشي بالسيف، أنا من الوجايع ومن الألم وما نرقدش، كل مهبول، وعندي السكر وعندي نظر ناقص، تو كنت في السبيطار، تو نوريك بالدليل، هاي الورقة نوريها لك، تو هابط من السبيطار. الطبيب فهمتي قلت له أعطيني على الأقل عنك نام، يعطونيش حاجة دواء 360 ألف دواء تصبر، قال لي ما نعطيش، ضربني معاه. نمشي ويجا نمشي الاستعجال يطيشوني، نمشي الغادي يطيشوا، ما عملوا لي حتى حاجة. أنا حالتي حرجة 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 حرجة، نكلم فيك يا علم ربي أقسم بالله، جيبوا تو طبيب ينظر لي تو يدوخ في أمر. حالتي استعجاليه وما عملوا لي حتى شيء في السبيطار نتاع 51. الطب نمشي له فهمتي يا ملكي صرفني خويا اعطيني، نمشي للاستعجالي يقولوا لي برويجه برويجه، ما عملوا لي حتى اشكالي. انت قلت من 2005؟ من عام 2005 وانا لحد اللحظه هذه. اللحظه هذه اختي نوريك بالدليل، انا كون نجيب لك تو الاوراق نتاع الطب ونجيب لك الشكاره اللي فيها الدويات والواحد الدوخ الدوخ مسكينش متعذب عذاب أليم. ريت نكلم فيك ما عادش، الكل سقية حتى سقية الكل توجع فيا، العروق الكل الشكارة تهرات والمجرى وديني الكل طايبة. صدقني اجوا هزوني، وإذا زي ما عنديش صحة لروح حتى 5 سنين حبس، ما نكذبش أنا وظروفي قاسي، ناخذ فيك الشيخوخة أنت ريت ناخذ 240 ألف بلاش يعملوا ما ضو. عندي امراه في رقبتي، مرتي بيدها مريضه عندها سلسوله وتعبه، عندي ولاد بنتي يجوا بحذايا ولد بنتي تهزوا المره، تعب ظروفي قاسيه 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 قاسيه، ما نحكي لكش. المرض اللي دمرني، المرض دمرني، المرض تعبني برشا اختي فهمت. المرض حاجه ربي معناه عارفين، اما هنا ما ينقذوكش، ريت يطولوا عليك بالله. حالتي متاع عام، ريت حالتي انا دقيقه لا عندي برش، امشي ويجا امشي ويجا، مشيت للطبيب البرا فهمتي، ضرب من عندي فلوس، هربت من السبيطار وقت كانت امكانياتي شاد روحي شوي، طي سيقظ نقبل الشكاره من هنا وخرج الشكاره في تنبك اوست ولا خطا طبي معني؟ اه على خطا طبي دون السبيطار البرا واحد قبل الشكاره، والطبيب عندي وراقه في باب الجزيره، قال لي خرطحوا المجرى والدنيا كل ما عمل لي شيء، قبلي من هنا وخرج لي شكاره في تنبك وس اخويا، وانا قلت لك ما رقدتش كالعباد اخويا، مانيش عايش كالعباد، صدقني نمشي يا صدق وجيب وطب عد عليا، واذا نلقى يلقوني نكذب احكم عليه بالشنق. تعب اختي على الاخر، كنقول نقول لك على الاخر اخر ما عادش شيء ما عادش شيء، نمشي للسبيطار انا قلت لك ما عملش. طب شنو يقولوا لك حالتك كيفاش معناها، فما امكانيه انك ترجع لباس؟ نمشي للطبيب يعمل لي هاو دواء بنروح، ضربني معاه. ولازمك اكيد راهم شخصوا حالتك شنو المشكل بالضبط. عندي الدوسي هاو الدوسي في السبيطار شهر يكون، الدوسي راقد تعرف شنو يصرفوا فيك الطب الصغار، اكتب الصغار امشي ويجي امشي لا بنروح. ها دواء كيكه فهمتي تصبير وبر، والدوايات ما عندهمش، نمشي للدواء السكر ما ثماش، دواء الشحم في الدم ما ثماش، الزرارق باش ندق في 3 مرات في الانسولين، انا عندي السكر، نوريك تو الورقهم، نوريك تو نجبد لك بالدليل، فهمني؟ ما ثماش، اختي تعب، حياتي عذاب، كي نقول لك يعلم بي يا رب، وليت نمشي هايب، انا نضر تو سي، اقسم بالله، اقسم بالله تو نوريك الورقه، نوريك تو هاي الورقه. كان يضربوا فيه بالليزر، بالليزر على الشبكه نتاع عينيه يضربها كل بيوضيه من السكر، يضربوا فيه بالليزر باش يحبسوا المرض. اموري تعب تعب اختي تعب. انت اليوم كنت توا كنت في السبيطار. نوريك نجبد لك توا نجبد لك توا. قداش هاي اليوم قداش؟ هاك 28 28، وقتاش اعطوني موعد اخر؟
ستة شهور أخرى على عيني. المجرى أنا مشكلتي ذي المجرى عم بتعبتني عام ضربني معاه ونوريك الوراق ها عندي كل شيء. صدقني الطب ما ثماش في تونس وما مشيتلوش كانت عندي هات بالفلوس السبيطارات تعبه برشا وما عادش مستمين بالمريض. المريض مطيش ما همتوش يبدا مطيش نمشي للاستعجالي ثلاثه مرات مطيش نقعد من خمسه على شيء لاربعه نتاع الصباح. سروني نحكيو على البرة يعني في البريفي ما عادش قادر. ظروفي قاسيه اختي نوريك اشني اقول نوريك بالدليل هذم يعيشوا هذوما هذوما يعيشوا ويني الورقه والله العظيم نعرفش خليتها حصيل الورقه عندي لاخوي الشيخوخ. عندك ولدك انت؟ ما عنديش عندي كان مرتي بيدها سقاط عندها سلسول الظهر فقرات تحك بعضها تعبه. عندي ولد بنتي جيبوه بناتي الزوز كارين تعبين يعني بهم ربي مش يعني يعاونوك ولا حاجه ما عندهمش توما بيدهم بالسيف يعيشوا في ولادهم بالسيف. عندي بنتي الاخرى رجلها يخدم نار يخدم 10 هي كاري 250 الاخرى كريم ظروفهم قاسي. انا التعب انا مشكلتي البرد نداوى برد عالجوني عملوا لي حل راني نكلم فيك يا يعلم ربي نكلم فيك راني بجروح قلبي نكلم فيك مانيش حالتي ارجونس تعب تعب اشكارة الرد عشاك ما نكبرهاش قدام اختي طعم كل شيء طيب من برا كي قرن الفلفل تعب اختي تعب حياتي عذاب ما لقيت حتى حل. تطلب انت بالضبط؟ تطلب اخويا يعاونوني ويقفوا معاي يعملوا لي اي مستحيل يعاونوني راني تعبت يعاونوني باللي يقدر ما عادش خالد ما عادش نجم نعيش تعب برشا اختي شو نقول لك اوك ربي يعلم اقسم بالله ونهار جمعه انا نمشي لبيت ربي اقسم بالله اذا نزيد عليكم كلمه ربي يزيدني مرض على لطف عليك لطف عليك نتكلم فيكم بصدق تعب مشكلتي تعب المرض والتعب تعب اختي راني نكلمك نشعل ريت نشعل شاليمو يا ماشي حتى من هذا الكل عروق سقي تعب يا اختي قولي لي كلمه الختام. كلمه الختام نطلب من الدوله نطلب من السيد الرئيس نطلب من قلوب الرحيمه نطلب كيفاش مذهبيه نرتاح حتى السويعه السويعه كي هكا نشوف فيها الفرش انا ما نعرف تنجمش ترقد نرقدش اعطيني الدويات مخدراتك المخدرات باش نرقد باش ما تجيني اختي نشربها تبداش على الزومه المخدرات من الوجايع ما نشدش اول حاجه البوله طابت الشكاره وثاني حاجه ديما تشعل ديما نار ريت طابونه هكا تشعل ولا كوشه اللي ما تسكتها الجمله النار ديما تشعل ال 24 سنه قبل يعلم بيا رب. قديش نمروك؟ نمري 53 780 925 53 780 925 اذا كان فما طبيب ولا حاجه تطلب انه يعاونوا يا خيتي يا خيتي شخصك ريتي انا ما نكذبش عليك يعلم بيا ربي ما لقيت ما نبيع ريت وقفت ريت الصارف هنا نقول لك ملي ركبني مره تقريب صارف نقول لك 40 مليون اكثر وقت كنت شاد روحي قفت كانت هكا منا شويه نتنوش ما عادش نجم نخدم انا ريتني توا ما عادش نجم ديما نطيش في الدار وبولي جاي على 24 ساعه وانا نكر كل صدقني توا كنت في السبيطار هاك شفت بالتالي على عيني عندي السكر وعندي الالتهاب وعندي شحم في الدم ما نكذبش عليك تعب تعب يرحم والديكم قلوب الرحيمة للدولة للسلطة السيد الرئيس الناس اللي قلوبهم الرحمة راني تعبت راني ما عاش في راني تعب والله العظيم أقسم بالله الدمع اللي نبت فيك ربي يعلم راه من قلبي راني تعب نمشي هاي من وليت نمشي هاي.